خلينا نروح نشوف لقاء الكابتن سيد عبد الحفيظ بعد المباراه ونرجع نكمل. الحمد لله طبعا يعني، بس في البدايه لازم اكد على معنى ان انت 90 دقيقه الاولى خلصت، لكن 90 دقيقه الحسم هي في القاهره لسه ما اتحسبش حاجه. احنا كسبنا بنتيجه مقبوله ومعقوله جدا في اللقاء الاول، لكن هي سيمي فاينل 180 دقيقه، هي مش مباراه ختاميه فانتهت البطوله يعني او انتهى الدور يعني. فانت عندك 90 دقيقه هتبقى في القاهره، هتبقى اصعب كتير على فكره يعني، لازم تبقى عارفين كده. واحنا وده كمان اللي قاله الكابتن على طول بعد المباراه يعني. فيما يخص اللقاء الحمد لله رب العالمين، يمكن يعني حتى الامور اللي تعرضنا ليها في الاول ديت يعني، انا دخلت لهم وقلت لهم كده يعني احنا مش في مشكله، احنا في تحدي، احنا مش عندنا مشكله ولا حاجه، احنا نقدر نلعب، بس عندنا تحدي كبير جدا. اللي قلقان واللي خايف يقول انا مش عايز العب وخلاص يبقى الموضوع انتهي، لكن هننزل الملعب ما فيش اي كلام ولا اي تاثير ولا اي تفكير في اللي حصل قبل اللقاء. لكن خدنا اجراءاتنا وخدنا احتياطاتنا وخدنا كمان يعني حقنا زي ما بيقولوا يعني، لان انت يعني كان اتصال كل ثانيه مع كابتن محمود الخطيب، وكان الامر ان احنا لازم يبقى عندنا موافقه كتابيه من الكاف يعني. انا بحترم طبعا نادي الترجي وبحترم الامن وكل من قائم على اللقاء، لكن في النهايه انا لما هاجي تحصل حاجه هتكلم مع الاتحاد الافريقي مش هتكلم مع حد تاني يعني. فكان تصميمنا ان لازم يبقى في موافقه كتابيه من الكاف لينا احنا بتعهد لسلامه اللعيبه لو حصلت اي حاجه في اللعيبه، عشان اقدر ان انا ارجع عليه في اي حاجه. وخدنا التعهد ده كتابيا مكتوبه يعني، مضى عليه المراسل ومضى عليه المراقب يعني. كابتن سيد، بعيدا عن الشق الفني، في ظل الاجواء دي كان في دور نفسي وشغل نفسي، اعتقد الثقه اللي كانت على اللعيبه على مدار ال 90 دقيقه بتحسب لدور حضرتك ودور الجهاز الفني ده. بص يعني في الاول والاخر التفاصيل الصغيره، التفاصيل الصغيره هي اللي بتدي بطوله وهي اللي بتطلع من بطوله. التفاصيل الصغيره سواء كان في التحضير او التجهيز او المباراه نفسها يعني. انا بشكر اللعيبه زي ما انت قلت وشرحت دلوقتي، هي شخصيه فرضوا اسلوبهم. وانا قلت كده في مصر على فكره، قلنا كل المباريات اللي كسبناها في الترجي هنا كنا احنا اللي راكبين اللقاء، فيعني مهم جدا ده كان يوصل للعيبه الحمد لله، بشكرهم عليه. لكن برضو بقول لهم وبحذرهم ان اللقاء الثاني هيبقى صعب مش سهل يعني. على الرغم من تغيير طريقه اللعب من 4 3 3 4 2 3 1، لكن شخصيه النادي الاهلي كانت حاضره في ارض الملعب. الثلاثه اللي لعبوا في ماتش النهارده في نص الملعب دور كبير جدا لحمدي فتحي، لديانج لوسيلا، ومش عايز انسى اكرم توفيق لعبوا مباراه كبيره يعني. الحمد لله كل اللعيبه الحقيقه، كل اللعيبه، يمكن طبعا اكرم عمل دور رائع جدا ومباراه ممتازه جدا، لكن كل اللعيبه، كل اللعيبه كان لها بصمتها ولها شخصيتها ولها اسلوبها يعني. وانا زي ما بقول يعني، انت هتبقى نجم كبير امتى؟ الماتشات الكبيره يعني. انت هتبقى نجم كبير لما يبقى عندك بطولات كبيره، الا فهمه ولا عرفه يعني. دايما الاسطوره طالما بيلعب في نادي كبير يبقى بيتحقق بطولات كبيره يعني. ممكن الكلام ده يبقى مقبول ان في ناس تعتز بنجومها وتعتز بلاعبتها، لو ما بيلعبوش في نادي اقل شويه فبيبقى مهاره اللاعب، بتبقى امكانيات اللاعب، قدرات اللاعب. لكن لما بتلعب في نادي كبير اللي بيحسب الكلام ده واللي بياكد الكلام ده هي البطولات اللي انت بتحرزها يعني. في لقاء سابق ليك يا كابتن سيد على قناه الاهلي قلت لسه لينا حاجه في رادس من 2018 عايزين نروح ناخدها، اعتقد النهارده وفيت بوعدك لجماهير النادي الاهلي. الحمد لله رب العالمين، لكن برضه هرجع واقول يعني الحمد لله رب العالمين، لكن احنا لسه عندنا لقاء عوده في القاهره. اللقاء ده هيبقى اصعب كتير من من اللي هنا، لو دخلناه بشخصياتنا واسلوبنا وحذرنا من كره القدم ان شاء الله الرحمن.